قام المدير العام للجمارك إدريس النور عبد الكريم بزيارة إلى مقر الجمارك الواقع بحارة تكره. الهدف من الزيارة وعقب تصريحاته هو الوقوف على الحجم الكبير للبضائع المهربة والتي تم القبض عليها من قبل رجال الجمارك. رماد جبريل أنجني. بدأت تقدم نتائج ملموسة هذه القوات المشتركة لمكافحة ظاهرة التهريب المتفشية التي يقوم بها بعض من التجار بصورة متكررة. وعلى ذلك استطاعت هذه القوات المشتركة التابعة للإدارة العامة للجمارك بالقبض على كمية واسعة من الأدوية والأقاقير الطبية والمواد الغذائية وكذا عدد من المواشي، جميعها جاءت بطريقة غير شرعية. إن هذه الحالة استدعت المدير العام للجمارك إدريس النور عبد الكريم بزيارة الموقع بالتقرب من هذه الأعمال التي تضر بالمصلحة العامة للدولة، كما وصف هذا الوضع أيضا بالخطير. هذه ممنوعة، وهذه ممكن خطيرة لسيها على الشعب وخطيرة للفارماسيات قلنا دول لدكاترة قلنا. هذه قريب 815 ساك كرتونة أنا متكمل كي تشوفوا كربو وجابو ده اليوم يعني خطورة كبيرة قدره مربع من الدولة، وحكومة عندها مؤسسة اسمها سنترال داشا سيبيا، حكومة قاعدة تكمل أدوية بقروش كتير عشان ندي لها وناس. أنا سنترال داشا كله أدوية أنا ما بقدر بودو عشان أدوية الخطير ده قاعد في أدوية. أنا ما أدري كي شفتوا ما تقدروا تفارقوا من هنا الغات يشيلوا في فارماسي ما نقدر نعرف الخدمه كثير مره واقع يبقى، وده كمان الحكومه اللي بيها كهرباء والديوان اللي مكهربوا ده بخلي السلطات يشوفوا استراتيجيه عامه في التشغيل ده، وما ما تشوفوا ده يمشي في الدرب النورمال القانون ورا خلي المدي كمان يمشي في ايدنا، مش التاكسي يوري يمشي في ايدنا الاوتوريتي جي سي ار ما اوتوريتي سانيتير شغل هم نسوا ريجلمنتاسيون بوريكم نسوا عندها كله حكومة شغل وجهانا فوق أمر الأنتانة ده لكن في إيدينا النادي ما يمشي إن شاء الله. رغم الإجراءات والاحتياطات الضرورية التي اتخذتها السلطات العليا بالبلاد بمنع كافة الآلات التي يتم من خلالها اكتشاف أماكن الذهب، إلا أنه ما زال يواصل بعض الأشخاص في إنادهم لإدخال هذه الآلات الممنوعة. المدير العام للجمارك من ناهيته أصر أن هذه العمليات سوف تتواصل للحد من هذه الظاهرة.